كوتش كريم، السؤال ديالك هذا الأسبوع، كيفاش ممكن تجاوز تجربة الفشل ونستغلها لمصلحتي؟ الفشل ماشي شي حاجة اللي سهلة، والخوف من الفشل كتكون صعب في بعض الحالات، ولكن المشكل هنا هو الفشل اللي تخليني ما ندير والو لأنني خايف أنني نطيح فيه. اللي تخاف يطيح من الفشل هو غالبا إنسان تيكون مثالي وتيبغي أن الأشياء تمشي بطريقة 100% صحيحة وناجحة. الإنسان اللي كيخاف يطيح في الفشل غالبا تيكون إنسان مثالي وكيتسنى أن الحياة تمشي 100% بطريقة صحيحة وناجحة وبدون عقبات. والناس اللي كيفكروا بالطريقة هذه كنبشركم بأن الحياة كلها فشل، كلها صعاب، ولكن تو كتسناو 100% راه ما كايناش. اول فكره خصنا نامنوا بان ما كاينش الفشل في طريق والنجاح في طريق اخرى. كاين الفشل وموراه الفشل وموراه النجاح وموراه الفشل وموراه النجاح. دونك طريق النجاح فيها دي ستاسيون اللي فيهم الفشل. دونك الا ما كنتيش باغي تدخل في الفشل فبحال كتقول لي انك ما باغيش تنجح. انني نكون خايف من الفشل هي حاجه طبيعيه جدا، الناس كاملين تيخافوا انهم يفشلوا، ولكن داك الخوف هو اللي كينوضهم الناس وتيخليهم انهم يديروا مجهود كبير باش يديروا الاشياء باحسن طريقه ممكنه باش الا قدروا كاع ينجحوا بلا ما يدوزوا من داك الفشل غادي يكون احسن. دونك الخوف اللي كيدفعني انني ندوز لاكسيون ماشي هو الخوف اللي تيحبسني وما تيخليني ندير والو. دونك الخوف بعض المرات راه عنده جانب ايجابي وجانب سلبي، والخوف زرعوا فينا الله كحاجه ايجابيه، ملي كتزيد على اللزوم ديالها عاد كتولي سلبيه. دونك ما تخافش انك تكون خايف من الفشل، ما حدك غادي كتخاف دي مومون فاش كتبدا تحبس وما كدير والو وكتحرم راسك من انك تدخل في تجارب لانك خايف انك تفشل. الناس اللي كينجحوا في الحياه غالبا تيكونوا اصدقاء حميميين للفشل، تيكونوا تصاحبوا مع الفشل ولفوا عليه ولفوا يعيشوا فيه. ملي كتبني هذه العلاقه ديال القرب والحميميه مع الفشل ما كيبقاش عندك مشكل انك تدخل في مغامرات وتجارب جديده. والحاجات الزوينه في الحياه تبداو دائما فاش كنتجاوزوا داك الستار ديال الخوف، فاش كنخرجوا من ديك منطقه الامان اللي كنولفوا نعيشوا فيها وتنخرجوا لواحد المنطقه اللي ما كنكونوش نعرفوها دائما مزيان وكتكون غريبه علينا، وكنحركوا فيها في المخ ديالنا شي حوايج جداد اللي تخلونا نتعلموا، وبعض المرات تنكتشفوا حوايج ما كناش نتوقعوا اننا كون بقينا هنايا غادي نلقاوهم. ودائما باش تنقص من هذا الخوف من الفشل هذا خاصك تصور راسك واحد السؤال، ملي نبغي ندخل في تجربه جديده قول لراسك ومن بعد كاع وهانا فشلت كاع شنو غيوقع؟ الى الجواب على هذا السؤال هذا ما كانش انك غادي تموت فراه ما وقع والو، فيعني ما كاينش شي خطر، يعني الخطر الكبير اللي خصني نخاف منه هو خطر انني نموت. الا كنت غادي غير يضحكوا عليا الناس غيقولوا فيا غنحس براسي ما عرفت شنو، فهادشي عادي في الحياه وممكن يوقع لك وانت جالس في داركم وكاع ما كتحرك. الحياه دارت باش تعاش 100%، خاصك تخرج من منطقه ديال الامان وتجرب وتعيش وما تحبش، لان بعض المرات كتبقى غادي كتحفر كتحفر حتى كتقرب توصل للهدف وتترجع. علاش؟ لانك خفتي من انك تطيح في الفشل، فلولا انك كملتي ديك الطريق هذيك ممكن تلقى الضوء في الاخر ديال النفق. الناجحون ديال اليوم هما الفاشلون ديال البارح. خليك عاقل مزيان على هذه الجمله هذه وعيش الحياه بتفاؤل وايجابيه وجرب الاشياء قبل ما تحكم عليها وما تخليش الناس يفكروا بلاصتك. عندكم شي سؤال واحد اخر طرحوه علينا نجاوبكم في الحلقه المقبله ان شاء الله. من هنا الحلقه الجايه تهلاو في راسكم.